الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: اتفقنا مع مجموعة على مساهمة لبناء استراحة، واشترطنا فيما بيننا ألا يبيعها أحد لغير من هم مساهمون، فقط لا غير. يقول: المهم، بعد مدة أراد أحدنا أن يخرج من هذه المساهمة ولم يكن لدينا مال لشراء سهمه، فقلنا يشتري منك أحد من الخارج مقابل أن تزيد في المبلغ عن السعر الأصلي، ونجعل الزيادة في استراحة تكون لصندوق أهل الاستراحة، فهل هذه الزيادة جائزة؟ وهل هذا الشرط جائز؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: أما بالنسبة لما ذكرته من أنكم أحق الناس بشراء سهم الواحد منكم فيما لو أراد بيعه، فإن هذا حق قد أعطاكموه الشارع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وشركتكم هذه شركة أملاك، وحقوقكم فيها حقوق مشاعة، فإذا أراد الواحد منكم أن يبيع سهمه فإن أحق الناس بشراء هذا السهم هم شركاؤه، سواء اشترطتم على بعضكم هذا الشرط أو لم تشترطوه، لأن هذا شيء قد خوله لكم الشارع، فلكم حق الشفعة في نصيب كل واحد منكم أراد بيع نصيبه. فإذا كنتم تستطيعون أن تشتروا نصيب من أراد الخروج عن شركتكم فبالسعر الذي يحدده هو، فإن لكم ذلك. وأما إذا كنتم عاجزين عن الشراء لعدم وجود السيولة المالية معكم، فإنه لا حق لكم بعد ذلك أن تشترطوا عليه مشاركته في شقصه، أي في نصيبه، فإن المال ماله والحق حقه، وقد سقط حق الشفعة بالنسبة لكم لعجزكم عن شراء نصيب هذا الشريك، فحتى لا يتعطل ماله ولا يتعطل ربحه في بيع هذا النصيب يجوز له أن يبيعه لغيركم من غير اشتراط منكم عليه في أي شرط، إلا إذا طابت نفسه بشيء معين. فلا تشترطوا عليه أن يبيعه ب200 ثم يكون لكم من تلك ال200 50,000 ريال، فإن هذا من أكل المال بالباطل، فإن ال200 تعتبر مالا له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فاتركوه يبيع نصيبه كيفما شاء، بال200، ب300، ب150، بأقل، بأكثر، والمال كله إنما هو ماله، ولا حق لكم أن تشترطوا عليه أن يعطيكم يعني شيئا معينا، لأن الشارع أعطاكم حق الشفعة وقدمكم على غيركم، ولكن لعجزكم أنتم عن شراء نصيبه فله الحق أن يبيعه حينئذ على من شاء وبأي مال شاء. لكن إن طابت نفسه هو من غير إكراه ولا إلزام ولا اشتراط في أن يعطيكم شيئا من هذا المال فلا حرج عليه، لأن المال ماله وهو عاقل بالغ رشيد حسن التصرف في المال، فتصرفه حينئذ في ماله لا حرج عليه فيه. وأما أن تلزموه بأن يدفع لكم شيئا فإن هذا أمر محرم، والله أعلم.